أهلا بكم مشاهدينا الكرام، قد تكون أنت مصدر الخبر وقد تكون أنت المعني به. أخبار الناس برنامج نهتم فيه بأخبارك في محافظتك ومدينتك وقريتك في حيك وشارعك في كل مكان في مصر. هذا البرنامج نتلقى فيه مكالماتك ومشاركاتك، هو نافذة لك، لكن على عكس ما نقدمه في باقي نوافذنا هي أخبار مع وقف التنفيذ حتى نستوثق منها. ننصت إليك ونرجو أن تتحرى الدقة قدر الإمكان في أخبارك. نتلقى مشاهدينا الكرام اتصالاتكم على الأرقام الموضحة أمامكم على الشاشة، كما يمكنكم مراسلتنا على ميل البرنامج peoplenews@aljazeera.net وكذلك عبر حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عبر هاشتاج أخبار الناس. نبدأ مشاهدينا الكرام ببعض الأخبار المحلية، حيث وصول 55 ألف طن قمح من أوكرانيا إلى ميناء الإسكندرية، حيث وصلت إلى ميناء الإسكندرية اليوم الاثنين الباخرة مارين كينج وتحمل شحنة قمح تزن 55 ألف طن. وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عادل ياسين حماد اليوم، قال إن شحنة القمح واردة من أوكرانيا وتم صبها وتفريغها في صوامع الغلال تمهيدا لفحصها والكشف عليها وتبخيرها للتأكد من خلوها من الحشرات وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي. وغادرت وحدة نهرية منطقة الهويس بالميناء تحمل 285 طنا من الغلال في طريقها للمطاحن بعدة محافظات، فيما أكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور على زيادة وارتفاع حركة تداول الشاحنات والحاويات وعمليات شحن وتفريغ البضائع بالميناء. في خبر آخر لدينا أيضا وصول 131 ألف طن بوتاجاز وحديد وبضائع لموانئ السويس، حيث قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، قال إن موانئ السويس استقبلت وغادر من خلالها صباح اليوم الاثنين 131 ألف طن بضائع بمختلف المجالات، وموضحا أن الحركة الملاحية ما زالت غير مستقرة بموانئ البحر الأحمر وسيناء، وتم غلقها وفتحها عدة مرات خلال الساعات الماضية. أضاف رئيس الهيئة أيضا لليوم السابع أن الأوضاع مستقرة حتى الآن بموانئ السويس، ووصل إلى ميناء الأدبية 50 ألف طن حديد، ووصل كذلك 6500 طن بوتاجاز إلى ميناء الزيتيات على متن السفينة مرمرجاز، فيما غادر 75 ألف طن بضائع إلى السعودية ودول شرق آسيا. وأضاف أيضا أن ميناء سفاجة استقبل 220 معتمرا وراكبا، ووصل وغادر إلى ميناء نويبع 250 معتمرا واثنين باص يحمل المعتمرين. أيضا في الأخبار المحلية التي لدينا، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، الأتوبيسات الجديدة ستحل الأزمة المرورية بشوارع العاصمة، و500 مركبة جديدة خارج الخدمة تدريجيا ب 2015 لانتهاء عمرها الافتراضي وتشغيل خط مدينة 6 أكتوبر وقريبا بدر والشروق، حيث كشف اللواء هشام عطية رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أن هيئة النقل العام بالعاصمة سوف تشهد خلال الفترة المقبلة طفرة هائلة بتشغيل أتوبيسات جديدة على خطوط شوارع العاصمة الرئيسية، وكذلك الحد من مشاكل المرور التي تلقيها شوارع القاهرة يوميا، حيث تم استلام عدد 1350 أتوبيسا وفق العقود المتفق عليها مع الحكومة، وسوف يتم استلام العشر أتوبيسات الأخيرة من إجمالي 200 خلال الفترة المقبلة والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ولكبار السن والمعاقين، ليصل إجمالي عدد الأتوبيسات العاملة بشوارع العاصمة إلى ما يقارب 400 أتوبيس مخصصة للمواطنين. لدينا أول اتصال هاتفي من نهال من الجزائر، مصرية مقيمة في الجزائر، تفضل أستاذة نهال. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ يا أهلا وسهلا. لا أنا مش مصرية على فكرة، أنا من الجزائر، من الجزائرية. أنت جزائرية؟ آه. يا أهلا وسهلا أستاذة نهال، تفضلي. ربنا يخليك. أنا بص، أنا كنت عايزة أقول كلمة واحدة بس، ربنا يكون في الشعب المصري وربنا يقوي. ده اللي كنت أنا من زمان كنت عايزة أعمل مداخلة يعني. تفضلي. أعرف. إيه؟ تفضلي لحضرتك، لو عندك حاجة تانية عبة تقوليها تفضلي.
لا بس مش عايزة يعني بقى عايزة أقول بس ربنا يقوي الشعب المصري، وعايزة يعني تبلغولي سلام للباشمهندس اللي بحبه جدا جدا جدا، الأستاذ زوبر. طيب أشكرك شكرا جزيلا أستاذة نهال. أستاذ هشام من دمنهور تفضل. أستاذ هشام أستأذنك بس لو توطي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون بس. ايوه السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام تفضل. يا فندم قناة الجزيرة احنا بنتابعها من بدري، يعني ممكن من 10 سنين نتكلم عن نفسي، ممكن من بداية الحرب على العراق مثلا، وكان عندكم مصداقية كبيرة جدا في الشارع. واخد بالك يا فندم؟ بس دلوقتي صدقني بالله العظيم انتم تكذبون كما تتنفسون. نعم يا فندم عفوا. انتم تكذبون كما تتنفسون، اقسم بالله. هات برهان. فقدتم الكثير في الشارع المصري. هات برهانك، هات دليلك. برهاني انا ساكن في منطقه اسمها في دمنهور زي ما حضرتك عارف، انت شكلك من مصر اكيد. جبت مظاهره وقلت عليها ان هي من عند كليه الصفوف الاسلاميه في دمنهور. انا ساكن جنب الكليه دي. امتى الكلام ده؟ امتى الكلام ده يا استاذ هشام؟ يعني الكلام ده من شهر او شهر ونص، وانا بتصل من بدري ومش عارف اكلمكم لان انتم بتكذبون. قول لي التاريخ بالظبط يا استاذ هشام. يا استاذ هشام يعني ما هو اي حد ممكن يدخل، ما هو انا ممكن اقول لك برضو انك انت كمان بتكذب. يعني سهل الاتهام، سهل يعني، ما فيش اسهل من الاتهام. انا عارف ناديتي فين بالظبط، اقسم بالله. ذهبت بجوار الكليه ما لقيت اي انسان، لا رايه ولا بيهتف ولا لقيت اي حاجه. طب قول لي التاريخ امتى بالظبط؟ قول لي التاريخ امتى بالظبط يا استاذ هشام؟ المصريين دلوقتي. ايوه يا فندم، وانا مش لا لان سهل الادعاء، يعني هو اسهل شيء في الكون ان حد يدعي على حد، البينه على من ادعى. المصريين الان، المصريين الان اللي عنده كابت، اللي عنده اي حاجه بيتفرج على قناتكم علشان يضحك. انتوا وصلتوا لحاله اللي عنده كابت بيتفرج على القناه. يعني احنا والله تكذبون كما تتنفسون. طيب هذا رايك، وهذا وهذا امر. طيب انا نعم. طيب على كل حال يعني هي وجهه نظرك وهي غير دقيقه وغير سليمه. نحن لا نكذب ابدا، نحن نتحرى الصدق في كل الاخبار التي نريدها على الشاشه ونتعامل بها. وسهل الاتهام، اسهل شيء في الكون ان حد يتهم حد بافتراء او كذب او ما الى غير ذلك. ماهر من الشرقية تفضل استاذ ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد اذن حضرتك انا عندي رسالتين، رسالة للمؤيدين ورسالة للمعارضين. تفضل يا فندم. المؤيدين احنا كنا بندعي وبنقول يا رب يقعدوا قدام الجزيرة عشان يشوفوا الناس اللي مش رافض، الناس اللي رافضة الوضع دوت آرائهم ايه وكلامهم ايه وفهمهم ايه. الحمد لله ربنا استجاب لدعوانا وقعدوا قدام الجزيره. بندعي دلوقتي ونقول يا رب يفهموا ويعرفوا البلد رايحه فين وجايه منين عشان يقدروا يحكموا صح. هم للاسف اتعودوا على حاجات تانية في القنوات التانية، فمعلش تعالوا على نفسكم شويه. هتقولهم فيفا عبده، هتقولهم حته من التت، هتقولهم اعرضوا لهم اي حاجه. هم عايزين كده، هم اتعودوا على كده، هنعمل ايه؟ غصب عننا. ربنا يكون في عوننا ويقدرنا على ان احنا فعلا نعدي بالبلد بتاعتنا من النفق اللي هي فيه دوت، وربنا يقوينا. طيب الرساله الثانيه. اتفضل يا فندم. الرساله الثانيه للمؤيدين للمعارضين، انا بقول لهم معلش استحملوا اصبروا، هنعمل ايه؟ ده قدرنا ما دام احنا بنحب بلدنا، لان احنا فعلا بنحب بلدنا وعايزين يعيش فيها بنظافة، ومش عايزين فيها لا واسطة ولا محسوبية ولا رشوة. هو ده اللي احنا عايزينه في بلدنا، مش عايزين يبقى في واحد بياخد حقه وواحد ما بياخدش حقه. طب حضرتك قلت طيب حضرتك قلت رسالة للمؤيدين والمعارضين، ايه رسالة للمعارضين؟ المعارضين المعارضين هم يعني انا عايز اقول لهم حاولوا تفهموا وحاولوا توصلوا ان كنتوا تعرفوا البلد بتاعتكم رايحه فين، لان احنا رايحين، احنا مش رايحين داخلين في حيطه، احنا رايحين كلنا مع بعضنا كده داخلين محطه كهرباء من الكهرباء، وهنقف فيها وهننشف كلنا والبلد هتفضى ومش هيبقى فيها حد. طيب استاذ ماهر حضرتك في اي مكان تحديدا في الشرقيه، في اي مركز او مدينه؟ انا في العاشر من رمضان حضرتك. في العاشر من رمضان.
طيب هل ممكن تكلمني عن عن الواقع في عاشر من رمضان، سواء من الجانب المعيشي، سواء يعني من الجانب الأمني، ما يتعلق بالخدمات، ما يتعلق بتعاون المسؤولين معاكم؟ كلمني عن الواقع في العاشر من رمضان، خاصة إنها منطقة صناعية معروفة. أقول لحضرتك على الواقع، أنا حاسس إن أنا عايش في صحراء، يعني مش حاسس إن أنا عايش في بلد فيها بني آدمين. يعني بنزل الشارع، أقسم لك بالله العظيم ثلاثة بنزل الشارع حاسس إن أنا عايش في البلد لوحدي، مفيش حد تاني معايا. الناس دلوقتي كلها مشغولة بإن هم إزاي يجيبوا لقمة العيش، وده للأسف اللي دخلنا فيه الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي ده. هو نفس الوضع اللي كان موجود ايام حسني مبارك. ازاي تقدر تجيب لقمه العيش؟ هو ده المطلوب. انما احنا مش عايزين كده، المفروض ان احنا نفكر في مصلحتنا، مش نفكر ازاي، لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البني ادم لا عرفه هو هياكل ايه، ولا هياكل امتى، ولا هياكل ازاي، ولا هيعيش ايه، ولا هيموت امتى. كل الحاجات ديت الناس المفروض تفكر فيها. طيب انا المفروض ان انا ليا رساله تانية على الارض، ربنا قال لي نفذ الرساله دي، ان انا اشوف العدل فين وامشي معاه، اشوف الحق فين وامشي معاه، مش اشوف اللي بيقول لي انا هدي لك وهعمل لك وهسوي لك. لا، انا مش عايز ده. انا مش عايز من البني ادم اللي هيمسك البلد ان هو يديني اي حاجه، انا عايزه ينفذ العدل على الارض. طيب عشان ربنا يحبني ويحبه. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذ ماهر، اشكرك شكرا جزيلا استاذ ماهر من الشرقيه. استاذ حسين من القاهره. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. حسين من ولاء ابو العلا، بلد الرجاله. يا اهلا وسهلا. بيقولوا عليها ما فيهاش، بيقولوا عليها ما فيهاش ناس ايه بتفهم، لا فيها ناس بتفهم الحمد لله. يعني يا اهلا وسهلا بيك يا استاذ حسين. غنى بقى ولا ليها دعوه بدول، ولا ليها دعوه بدول، ولا ليها دعوه باكل عيشي. كويس. العمليه واقفه خالص يا استاذ محمد، اقسم بالله العظيم يا اخي. طيب قول لي حضرتك شغال ايه؟ وايه المشكله عندك في الشغل؟ انا اتصلت قبل كده وقلت لكم انا شغال ايه؟ انا شغل ولسه ما اتحلش المشكله بتاعتك يعني. لحد دلوقتي؟ اقسم بالله العظيم يعني جايين امبارح يصوروا بيتقالوا يعني انت طلعت الدعايه، دعايه ايه اللي طلعناها؟ ولا طلعنا دعايه ولا طلعنا حاجه يعني. فين طبعا اللي بيحبوا السيتي طيب يعملوا معانا الدعايه؟ فين هم طيب؟ انا واحد اهو في مطبعه صاحب مطبعه، فين انا عايز اشتغل؟ ابعتوا لي يا عم 200 متر ولا حاجه يفوقوا لي. طب انت في موسم الشغل دلوقتي، المفروض الانتخابات الرئاسيه، والمفروض ان يحصل فيه بقى، بما انك انت عندك مطبعه فهتلاقي فيه صور ومطبوعات وبنرات والحاجات دي كلها. مش بيقولوا في ناس في البلد دي عايزه تاكل عيش، احنا قاعدين ناكل عيش بس. عم اكلونا بس، احنا مش قاعدين ناكل ونشرب. مش عايزين اكتر من كده. طيب. لكن بالوقت اللي احنا فيه ده احنا هنموت من الجوع. طيب يا استاذ حسين، وصلت وجهه نظر حضرتك وشكواك المتكرره اللي احنا سمعناها قبل كده فعلا يعني. يا استاذ ابراهيم المقطم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. والله بس انا عاوز ارد على الاخ اللي اتكلم من مرتين فاتوا، اللي بيتكلم بيقول على قناه الجزيره. انا عاوز اقول له بس حاجه واحده، لما كانت ثوره 25 يناير والشعب المصري كله يجهل ان في ناس نزلت، ناس بدات، والناس دي كانت هيضحى بيها في الميدان وكانت هتتقتل وتتذبح لولا قناه الجزيره بينت لنا الحقيقه. ولما نجحت ثوره 25 يناير واترفعت الاعلام بتاعه الجزيره في الميدان عشان هي اللي ظهرت لنا الحقيقه وهي اللي ورت لنا ايه اللي بيحصل في الحقيقه المصريه دونا عن القنوات المصريه كلها، يبقى احنا لازم نحترم نفسنا ونحترم هذه القناه اللي هي لحد هذه اللحظه. طيب. بتجيب كل حاجه حقيقيه. من فضلك خليني خلاص، انا مش بتكلم علشانك او بدافع عن الجزيره، انا بتكلم عن قناه بتديني حقيقه وانا بشوفها بعيني. طيب ده مش جميل ليكو او ان انا بشكر فيك، انا بدي لك الحقيقه. القناه الوحيده اللي موجوده على ظهر العالم العربي اللي النهارده بتنقل الحقيقه بالشكل الحقيقي بتاعها بدون اي مبالغه. وفي كمان ميزه انك انت بتديني الراي والراي الاخر وبتديله الفرصه انه يقول انك انت كذاب، وزي ما بتديني انا الفرصه بقول لك لا انت مش كذاب. وكل اللي اقدر اقوله ان هنشكر الجزيره انها بتنقل كل حاجه حقيقيه بتحصل في مصر عشان الناس تبطل تعيش في انها تبقى مغيبه وان هي مجهله، ونرجع تاني لحكم ان ما يقال هو الذي نسمعه وننفذه، ونرجع لعصر الظلام. طيب اشكرك شكرا جزيلا، اشكرك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم من المقطم. استاذ احمد من سوهاج اتفضل. مصداقية ابدا ولا كلمة.
استاذ احمد. الجزيره دي كذابه كذابه، وسيبوا لنا في حالنا، سيبوا مصر في حالها، الله يخرب بيتكم وبيت ابوكم. طيب انت يعني استاذ احمد، انا سبتك تقول وجهه نظرك، لكن تجاوزت الادب حقيقه، تجاوزت حدود الادب، فلا يمكن ابدا ان نسمح لك باستكمال المكالمه. استاذ محمد من قنا تفضل. السلام عليكم. عليكم. انا حاولت اتواصل بحضرتكم كذا مره، بس للاسف بكون مشغوله على معظم الوقت. اتفضل يا استاذ محمد. الو. اتفضل يا استاذ. لو سمحتوا قناه الجزيره مش متابعه خالص الوضع في الحرب ضدنا. اللي ايه يا فندم؟ قناة الجزيرة مش متابعة الوضع في محافظة قنا. مش متابعة الوضع في محافظة قنا؟ ايه المشكلة اللي عندكم في محافظة قنا؟ يعني المعتقلين السياسيين، تعذيب كليات امن قنا في امن الدولة، المعاملة البذيئة من ضباط الشرطة وامناء الشرطة، رجعوا اوسخ من قبل 25 يناير. هل في وقائع معينة ممكن تتكلمنا عنها؟ حضرتك من اي مدينة او مركز تحديدا في قنا؟ من محافظة، من مركز جوست. مركز ايه حضرتك؟ جفت. طيب ممكن لو في وقعه معينه حابب تحكيها بتفاصيلها ممكن تقول لنا عليها؟ يعني من فتره كان جاي وزير الصحه والسيد النحله بمحافظ قنا يفتتحوا مستشفى جفت المركزي. فجاء الضرب زي صاروخ، يعني صاروخ كبير كده، صاروخ عالنبيل. اي الاعلام المصري قال قنبله ومش قنبله ومصابين واموات ومش عارف ايه. جم دي محافظ بنا لا، قال لا دي قنبله صوتيه، يعني اللعبه العبنا دي. حتى قالوا فوق ما يزيد عن 25 واحد دول اللي فجروا القنبله، وحاولوا تغتيال وزير الصحه. خدوهم في امن الدوله، تعذيب 9 ساعات، ضربوا بالكوباج يا سوداني، تعذيب بالكهرباء، اجبروهم على الاعتراف بالتهم غصب عنهم. وحاطين تهم، يعني اي واحد يتمسك التهم اللي محطوطه نفسه، الانتماء لجماعه الارهابيه، تجديد سمو الامن العام، التخطيط الانقلاب على الحق، كسر قانون التظاهر، وتسجيل قنبله القصف. اللي ما معهوش تسجيل القنبله دي بتاعت المستشفى يبقى معاه تسجيل مضاضع الجيش، تسجيل مضاضع الشرطه، محاوله قتل الرابع. المهم الاربع تهم دول جاهزين، واي تهمه خامسه كده بيحطها له، زي واحد مسكون من كام يوم لقينا حطوا له بحثهم دول نفس تسجيل سلم الامن، تسجيل سلم الامن العام، والتخطيط للانقلاب على الحق، وكسر قانون التظاهر، والانتماء لجماعه ارهابيه، والانتماء لجماعه انصار المغرب، ومحاوله اغتيال وزير الداخليه. ده كله. وكلهم دول معظمهم بالضبط يا في الكليه يا في الثانوي العام. امتى تحديدا الواقعه دي حصلت يا استاذ محمد؟ بتاعت فين؟ قنبله ولا اللي هي بتاعت الصاروخ القطف ده؟ بالظبط من 25 يوم او 30 يوم. جت على كل قنوات الاعلام المصري، واشتغلوا اصابات ووفيات وناس ماتت وناس مش عارف ايه، وانا قاعد في البلد يعني، فروحت بصيت ما لا في حد مات ولا في حد اتعور ولا في حد اتصاب ولا في اي حاجه. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد من هنا. وصلت شكواك. استاذه سعاد تفضلي. استاذ عثمان من المنصوره تفضل. عليكم. عليكم السلام. استاذ محمد يا اهلا وسهلا استاذ عثمان. انا كنت كلمت حضرتك 4 مرات بخصوص التوك توك، ملف فات التوك توك قبل كده. الحكومه دي هي مش بتعمل خير للبلد ولا مش عايزه خير للبلد؟ طيب يعني ألو. ايوه مع حضرتك. طب يا استاذ عثمان يعني مش في تحرك في الملف دوت من اي جهه من المسؤولين؟ الجهات كلها ما شاء الله ما في انا بتابع وكل حاجه، بس عايز حضرتك الموضوع ده راي عام. دول 2 مليار جنيه المفروض الدوله تاخدهم ولا ما تاخدهمش؟ يعني انا رحت النيابه والاقوال بتاعتي اتسرقت من النيابه وطلعت المحضر من الحفظ. يعني لما اقوالي تتسرق من النيابه اروح لمين تاني بقى؟ كل ما اروح اي جهه اقول لك انت محضرك في النيابه، النيابه بتتابع بشري التحقيق، وما فيش تحقيق، كله نايم. يعني انا بعت لحضرتك على الايميل بتاع البرنامج المستندات، يعني عايز اعرف بس ايه الحكايه اللي ماشيه في البلد ده. البلد فيها خير وفيها كل حاجه وفيها، بس الفساد ما فيش حكومه، فساد فساد ما فيش. يعني اروح اي جهه رقابيه ما شاء الله كله بينايم، فساد فساد، أجهزة كلها كرتونية بس فقط لا غير، ما بتجيش إلا على المواطن المعزوم وتقصه.
انما الناس اللي فوق دول هم بقى سياد البلد واحنا تحتهم ما فيش. انا بقول لحضرتك 2 مليار جنيه في فساد بس في التوك توك، لما ندخل بقى العربيات والاسمنت والحديد والقطاع الخاص، مأمورية كبار المولين ديت المفروض كلها تتأمن، لأن عشان أخش أشتكيه وأخش في قانون الطرق والضريبة ومش عارف إيه، خد لك 20 سنة قضية بقى. مش 20 سنة، والله بكلمك جاد. يعني طيب. أنا رحت الرقابة الإدارية، رحت مكافحة التطرف الضريبة، مكافحة التطرف الجمركي، رحت جهاز حماية المنافسة والاحتكار، جهاز حماية المستهلك، كل ده بيرمى على كل بيرمى على ده بيرمى على ده بيرمى على ده. طيب وصلت وجهة نظرك استاذ عثمان. استاذ محمود من سوهاج اتفضل. استاذ محمود مرحبا. استاذ محمود مرحبا. استاذ محمود يا هلا استاذ محمود اتفضل. والله اشرف بيكم انكم انتوا النفس الوحيد لمن يتقي الله. اشكرك يا فندم. طيب عند حضرتك شكوى حابب تتكلم عنها؟ والله يا اخي انا كل اللي تعبني وضايق اعصابي اني اشكال جديده، يعني بالنسبه للانقلاب اللي جانا ده مفاجاه الله لا يوفقه، مش عايز اسيء الغلط يعني واسيء الادب، يعني احنا كنا مرتاحين وكل بني ادم اقتنع برايه اللي اعطاه للرجل الطيب اللي قال املك قوتي وسلاحي ودوائي. خدت البالك باب يعني ابص الواحد زي حالتي انا هسه دي الوقيت انا شغال في دولة عربية، مش ضروري أقول لك شرقت ولا من فين ولا من أنهي مكان. لكن 30 سنة اتجوزت وأنا في الغربة، قضيت الجيش زي أي بني آدم 3 سنوات برضو في الغربة، خلفت عيال 5 أولاد كلهم حصل على دبلومات، يعني كلهم يعتبرهم فرنج البطالي، لا ليتخذوا الطريق اللي هو اتخذوا أبوهم في الغربة برضو. يعني إحنا خلقني يا أستاذ محمد خلقنا لنكون مشردين من دون همس المصريين ولا من اش حقوق في البلد. وبعدين اللي يحرق دمك يخش لك واحد يقول لك قناة الجزيرة اللي اتصل عليك من قبل شوي. انا من يوم 25 يناير ولا اقدس ولا افضل، مش شكرانية فيكم يعني، هاي واجبكم انتم، الا قناه الجزيره هي القناه الوحيده المحايده اللي بعد تقول الراي والراي الصحيح. انا بتحدى سوهاج اللي تكلم ده من شوي، اتحدى اللي كان قاعد قدام عمر اديب وانا لمس الحديده وسمحت لينا ندخل صوتنا زي البني ادمين اللي ما تسمح عليه صلاه وسوء الادب. طيب احنا تعبانين يا استاذ محمد، احنا تعبانين يعني ما حدش حاسس بيني 30 سنه والله من 84 وانا في الغربة انزل بلدي اللي هي مصر ام الدنيا الله يجعلها يا رب عمار وامان وسائر بلاد المسلمين. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود من سوهاج. استاذ محمد من البحيرة تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام. انا قبل 25 يناير استاذ محمد كنت لا بفتح التلفزيون المصري ولا بشتري جريدة مصرية ولا بفتح الاذاعة المصرية. بعد 30/6 و3/7 رجع نفس الوضع بالنسبة لي، لا بفتح تلفزيون مصري ولا بقرا جريده مصريه ولا بسمع اذاعه مصريه. الوضع مش زي الاول يا استاذ محمد او زي حسني مبارك. الوضع اسوء من ايام حسني مبارك بكثير جدا. كل المؤشرات من 3/7 لحد دلوقتي وباعترافهم هم شخصيا اللي موجودين في الحكومه حاليا، انا اعتبرها حكومه بالامر الواقع. حكومه وخلاص بالامر الواقع ولله الامر. باعترافهم هم شخصيا كل المؤشرات في كل المجالات يا استاذ محمد فيها تاخر. انا عاوز اسال بس السؤال اللي بيعيد وتعيده على ايه، قولي انا بس حد يشاور لي على مؤشر واحد تقدمنا فيه. اقتصاد رجعنا ورا، سياسه رجعنا ورا، تمثيل خارجي رجعنا ورا، الناحيه التعليميه الصحيه البنيه التحتيه رجعنا ورا، ما فيش مؤشر واحد. الدين الخارجي زاد، الدين الداخلي زاد، الاستدانه من الاخرين واللي بتسمها كده بالدارج عندنا الشحاته زادت اضعاف من الاول. ما فيش حاجه نتقدم فيها. انا عاوز اعرف اللي بيقيد وبيرقص وبيسقف ده بيرقص وبيسقف وبيطبل ليه؟ اللي بيروح يحط صوته في لجنه انتخابيه طالع يرقص ليه؟ انا عاوز انت راجل ده انتخاب واعتبرنا انتخاب لازم تطلع من اللجنه بترقص ليه؟ هو في احساس بخلل او سلبيه داخلك ولا ايه؟ انت الناس بتروح في اي دوله محترمه بتحط صوتك في الانتخاب وتطلع. انا مش عاوز اعرف بتجهز انت ليه اغنيه انك ترقص عليها وانت طالع؟ ايه الانجاز اللي انت عملته يعني عشان ترقص؟ ايه علامات النجاح والمؤشرات اللي انت بترقص عليها؟ ده مكايده غير عاديه. طيب الاستاذ عاطف من سوهاج اتفضل.
استاذ احمد. استاذ عاطف. استاذ محمد. تفضل استاذ. يا باشا والله انا مسواك وسمعت الراجل المحترم اللي اسمه احمد اللي هو اتكلم وقال لك وشو غلط. انا بقسم بالله انضف قناه وانضف قناه بنسمعها وبنشوفها وبتقولنا الحقيقي هي قناه الجزيره. حتى قناه العربيه بقت مؤلعه من القنوات المصريه. فاهمني؟ ودول قنوات لا ادب اللي بيغلطوا، دول كلاب الحزب الوطني وليس فنون الحزب الوطني. طيب لا فمعلش يا استاذ محمد انا مسواك والله. فواحد زي ده مفهوم اللي زيك ما يسمحوش، ما يسمحوش فعلا لان انتوا ناس محترمين. طيب يا استاذ عاطف كلمنا اكتر فيما يتسق مع فكره البرنامج، يعني لو عندك مشكله معينه في سوهاج حابب تتكلم عنها اتفضل. والله يا باشا لا في امن ولا في امان وما في غزه تنطقي، والحكومه ألعنت ألعن ألعن 100 مره من عاد حسن مبارك. ده لا اقدر اوصلك بس كفايه كده. طيب. لكن واحد يطلع محترم المفروض يحترم نفسه ما يخش على خالد الجزيري، يخش على نمس الحالي، يخش على عمرو اديب، يخش على الناس المحترمين اللي زيه. ما يخش هي على خالد الجزيري، خالد الجزيري محترمه. طيب وشكرا يا استاذ. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عاطف من سوهاج. استاذه سعاد اتفضلي. السلام عليكم يا ابني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعاد الدارين انتوا ضامننا الحي يا ابني. اشكرك ربنا يسعدكم. احنا دلوقتي في خبر سامعينه عن الدوله اللي هتبقى الاديره في وادي النطرون محوطاها علشان تعمل امتداد لها للبحر دوله مسيحيه بمساعده الجيش. احنا نفسنا انتوا عنا يا ابني نزلوا لنا فرايط ورونا ايه وادي النطرون دي، ورونا وادي النطرون وعلاقتها بابار الغاز اللي اكتشفوها في البحر، ورونا ازاي لو مدت الدوله المسيحيه دي او الجزء اللي عايزين المسيحيين يسيطروا عليه ده لو امتدت للصعيد ازاي ممكن تتحكم في الميه اللي طالعه للمفروض دوله المسلمين، وازاي هتفرش زي ما اسرائيل فرشت، وهل الجيش المصري عايز يعمل دوله بيننا وبين اسرائيل عشان يشتري دماغه ويريح دماغه زي حزب الله كده في لبنان ويعملها دوله اسرائيليه والاثنين حل وقال؟ عرفونا يا ابني، جيبوا لنا خرايط، جيبوا لنا اساتذه يعلمونا، هي دي الاهم من الشرعيه واهم من كل شيء. عرفونا، فهمونا، ورونا خرايط على الواقع، جيبوا لنا دكاتره يفهمونا ازاي ممكن حاجه زي دي او التقويم الصربي اللي هيتعمل على ارض مصر دوت ازاي هيدمر مصر وازاي هيقسمها زي ما قسموا السودان. ما بيعملوش حاجه لله يا ابني، عمرهم ما بيعملوا خطوه ولا بيسكتوا على تصرف لحقوق الانسان زي اللي حصل في مصر وزي مجزره رابعه الا اذا كان وراها مخطط كبير. ساويرس بيدفع بالطريقه دي ازاي وبيشتري اراضي بالهبل ده ازاي؟ توادروس بيقابل دحلان ايه الاسلحه وايه الاسلحه اللي موجوده اللي احنا بنسمع عنها في الاديره؟ احنا مش بنعمل فتنه طائفيه لكن المسكوت عنه دايما بيتسبب في مشاكل. افتحوا الجروح علجوها، انما ان احنا نقفل ونكسم هنفاجئ يا ابني، وان احنا زي لبنان بالظبط هيقطعونا 7000 حته، ايش سني وايش شيعي وايش قصي وايش سلفي وايش صوفي، يعني الحقهم. دي هي دي اللي تبقى فعلا فنجان حسناتكم، هي دي فعلا. انقذوا مصر قبل ما تتفتش. واضح ان السيسي يا اما ممسوك عليه حاجه، يا اما هيبقى شريك في الارباح، يا اما له يعني، يا اما الفلوس اشتروه بالفلوس. واضح جدا ان الكنيسه مسيطره عليه بصوره غير عاديه، الكنيسه تنبأت باللي هيعمله السيسي. بولباتير قال ان السيسي هيعمل كده في شهر واحد، يعني كان عارف بالانقلاب ومتاكد منه. طب احنا فين هنفضل لغايه امتى نقول لا مش ممكن يعملوا كده، لا دول اخواننا في الوطن، لا دي فتنه طائفيه، لا ما ينفعش. هنفاجئ ان احنا في حرب ملناش يعني طاقه عليها. اذا كان كده هو، اذا كان ناويين على كده ينوروا الناس. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك شكرا. الله يسعدك يا ضمير يا حي، الله يسعدك يا ابني. الله يكرمك يا فندم، ربنا يديك الصحه والعافيه. حاجه سعاد من بورسعيد اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في بعض الأخبار المحلية التي لدينا أيضا، لكن بعد هذا الاتصال. مراد من أكتوبر، تفضل أستاذ مراد. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أستاذ مراد. أشكر قناة الجزيرة على كل شيء. أشكرك يا فندم. إحنا دلوقتي حاليا دلوقتي إحنا بنتمنى النظام الحالي اللي إحنا فيه يطرق المجال لغيره خالص. يعني يترك المجال لغيره. بقينا في ظلم، وبقينا في اعتقالات، وبقينا في سجون،
وبقينا قضايا الفئات للناس المواطنين الغلابة اللي هم ما همش لاقيين ياكلوا. يعني اللي عنده سلطة اللي حاطط دبرتين على كتفه، يعني اللي حاطط دبرتين على كتفه ياكل ويشرب، والناس اللي في الأرياف مش لاقية تاكل، مش لاقية أي أكل تاكله ومعاهم فلوس، والناس اللي ظروفهم فوق خالص واللي تحت مش لاقي ياكل يا بيت. يعني ايه اللي احنا فيه ده، وايه الاجرام اللي بتاع الحكومه اللي احنا فيه ده، والمعارك العالم اللي فيه ده. يعني احنا ما عارفين نعمل ايه بالضبط. يعني العالم عارفه تقعد في بيوتها، ولا العالم عارفه تعيش، ولا العالم لاقي شغل، ولا العالم لاقي تاكل خالص مصر. اشكرك شكرا جزيلا استاذ جمال. استاذ ام محمد من المنصوره. ام محمد تفضلي. ايوه الله يديك العافيه. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يديك العافيه. انت عندك الراس الكبيره الحيه حسن مبارك واعوانه. اللي ماشيه اللي ماشي مين؟ السيسي. هو اللي مع بعض جابوا راس الحيه وعدموها وفتكت المشكله كلها. احنا قاعدين قلبنا مولع نار، مولع نار. يعني عايز انتحر من اللي احنا شايفينه. حرام حرام اللي يحصل لمصر، حرام. توفيق أكاشي جاري جايب بلطجية الدنيا وبيعلف فيهم علشان يسكتوا الناس بالبلطجية اللي قاعدين مبهدلين الناس. انا خايفة انزل بلدي، خايفة انزل بلدي من اللي احنا بنسمعه. الله يخليكوا ليني، الله يخلي الجزيرة، الله يكرمك، وبلد الجزيرة قطر. قطر الله يحميها ان شاء الله. الله يكرمك يا فندم. الله يديك العافيه. انا متجوزه كويتي وانا ما خايفه انزل بلدي. واللي يعني بتقال علينا هنا مش حلو في حقني، اللي بتقال علينا بين الكويت هنا مش حلو في حقني. انقذوا لنا مصر. الله يخليك، انقذوا لنا مصر. مصر انقذوها. الله يبارك فيكم. قناه الجزيره يا رب، قناه العربيه ديت سعوديه، الله يسهل عليكم، الله يسهل عليك. أشكرك شكرا جزيلا أم محمد من المنصورة. أستاذ حجاج من الخليوبية تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام. تفضل أستاذ حجاج. عموما أستاذ محمد، يعني جمهور الإنسان العربية كلها متأسفة من الجزيرة بالنسبة للأخطاء اللي حصلت من بعض. نعم يا فندم. من بعض التكلم مع حضرتك دلوقتي. الجزيرة نور عينينا، ولكن في القنوات الثانية مفيش هيجيبوا مين؟ مفيش، ما عندهمش اي حاجه. طيب خلينا نتكلم اكتر عن الواقع في القليوبيه. حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ هل في مشاكل بتقابلك انت كمواطن في عملك؟ هل في مشكله في محيط المكان اللي انت فيه؟ طيب الاستاذ حسام من البحيره. الو. اتفضل استاذ حسام. فندم السيسي بجد ناوي يضحي بمصر كلها. الراجل ده شخص فارغ اقتصاديا وسياسيا وعسكريا كمان. الراجل ده ما عندوش اي فكر، ولا عنده تخطيط، ولا عنده اي برنامج لمصر. بيبقى عنده فكر واحد هدام لمصر. استعدى ليبيا واستعدى الجزائر واستعدى السودان واستعدى كل الدول الا اسرائيل. فقدنا الاتصال للاسف الشديد. محمد فاروق من البحيره. استاذ محمد. ايوه مع حضرتك. اتفضل استاذ محمد. والله احنا بنتكلم النهارده، يعني حضرتكم بتقولوا بتتكلموا بتقولوا عايزين تتكلم في موضوع المشكله اللي تعرضوها. انهي مشكله بالظبط؟ احنا معانا مشاكل في كل حاجه. مشاكل في الطرق، مشاكل في الناس، مشاكل في نفسيات الناس مع بعضها دلوقتي. سيسي دلوقتي عمل، يعني اقول لحضرتك، عمل مشاكل بين الاخ واخوه، بين الابن وابوه. مش هقول لك المشاكل اللي كان بيقوله مرسي بيعملها، هو دلوقتي اللي بيعملها. المشاكل كان في انشقاق، لو كان في انشقاق 20% دلوقتي بقى انشقاق 100%. سيسي بقى عامل انشقاق بين الشعب وبين بين الناس كلها. مشاكلنا طبعا، مشاكلنا احنا. طيب للاسف الشديد فقدنا الاتصال. استاذ محمد من المنصوره تفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذنا؟ يا اهلا وسهلا. بقول لك انا راجل كنت شغال سواق، وكنت راح احمل طماطم من الصعيد. حضرتك المحطه بتاع البنزين بتخش عليها يقول لك صفيحه الجاز
ب 35 جنيه، عجبك عجبك تحط، عجبك مش عجبك ما تحطش. الغلاء مش جاي، الغلاء مش جاي من الفلاحين، الغلاء جاي من 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 المواد اصلا ذات نفسها، من الديزل. يعني اما تروح تعبي ديزل، اما تكون واخد، اما تكون واخد النقله اجره نولون زي ما احنا بنقول 900 جنيه من 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 صهاد لغايه المنصوره، وتروح تعبي صفيحه الديزل، صفيحه الجاز ب 35 جنيه، ما هو حرام. تمام. ما هو حرام، لان الناس يقول لك، يقول لك من البياع. لا مش من البياع، دول من يعني الوقت، الوقت بتحط الديزل ده بتحط على البياع. يعني الديزل ده بتحط، هيتحط على مين؟ على البياع. على البياع، وفي وفي الاخر للمستهلك. صحيح. يعني في الاخر على المستهلك. طيب. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد بن منصور. استاذ عبد الرؤوف من اكتوبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمود من دلجه. استاذ محمود، استاذ محمود، استاذ عبد الرؤوف من اكتوبر، تفضل استاذ عبد الرؤوف. طيب حتى تصل الينا الاتصالات الهاتفيه في بعض الاخبار التي لدينا مره اخرى مشاهدينا الكرام، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة يقول أن الأتوبيسات الجديدة ستحل الأزمة المرورية بشوارع العاصمة، وأن هناك 500 مركبة خارج الخدمة تدريجيا ب 2015 لانتهاء عمرها الافتراضي، وتشغيل خط مدينة 6 أكتوبر، وقريبا تشغيل خط أيضا بدر، وكذلك تشغيل خط الشروق. لدينا اتصال من ابو احمد من المطريه. السلام عليكم. تفضل يا فندم. ازيك يا استاذ محمد؟ يا اهلا وسهلا استاذ ابو احمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا باشا. انا في عند حضرتك مشكله حابب تتكلم عنها؟ في مشكله واحده بس حضرتك، عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. ليه المصريين بس هم اللي بيتقتلوا على المصارع؟ ليه المصريين ايه؟ المسلمين. المسلمين في مصر وفي سوريا وفي وسط افريقيا وبورما. عايز حد بس حضرتك يجاوب لي على السؤال ده. وبدعوا امير قطر الامير تميم ربنا يديله الصحه يعني الخلافه الاسلاميه من قطر. يا ده انت طموح. طيب اشكرك شكرا جزيلا ابو احمد من المطريه. علي بني سويف. علي من بني سويف. ايوه استاذ. اتفضل استاذ علي باختصار في دقيقه، لو عندك مشكله اتفضل قولها لنا. لا حضرتك انا عايز يعني اقول بيت شعر كده او بيتين يلخصوا كل هذه المسخره التي تحدث. انقطع الاتصال. طيب الى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام هذه النافذه التي خصصناها للاستماع الى شكواكم. لم ترد شكاوى كثيره، كانت في جلها اراء للاسف الشديد. على كل حال نشكركم شكرا جزيلا، وعلى موعد في لقاء آخر غدا في نفس الساعة. إلى اللقاء.